التكبير من القيام إلى الركوع ينبغي أن يكون مع الانتقال. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ يكبر وهو قائم، الله أكبر، ثم يركع وهو صامت. وبعضهم يركع وهو صامت، إذا ركع وتمكن من الركوع قال الله أكبر سبحان ربي العظيم، فيجعل التكبير ماذا؟ من أذكار الركوع. فالتكبير ليس من أذكار الركوع، وإنما التكبير للانتقال. فوأنت منتقل إلى الركوع تقول الله أكبر، لا قبل الركوع ولا في الركوع، وإنما لانتقالك إلى الركوع. لو بدأت به وأنت قائم وانتهيت وأنت راكع لا بأس، لكن تقوله إيش وأنت في انتقالك. لحديث أبي هريرة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، لا قبل الركوع ولا في الركوع، وإنما وهو ذاهب إلى الركوع. وهذا كثير من الناس يفرط فيه، حتى بعض الأئمة قرأ ما تيسر تجد تسمع صوته في مكبر الصوت، قال الله أكبر بعدين يركع. وبعضهم يركع وهو صامت، وإذا تمكن الركوع وضع كفيه على ركبتيه قال الله أكبر سبحان ربي العظيم. هذا ماذا فعل؟ جعل التكبير من أذكار الركوع، هذا خطأ. نعم.